دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا منى الشرقاوي، اتفضلي منى. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخها وعزتها. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أن رجال العسكرية المصرية وقادتها سطروا في مثل هذا اليوم أروع ملامح الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. أعلنت فصائل فلسطينية قصف تجمعات لجنود إسرائيليين ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من الصواريخ. هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس التوقيت بدء عملية 7 أكتوبر قبل عام. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن أحداث 7 أكتوبر جاءت والاحتلال الإسرائيلي يعمل جاهدا لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهويد القدس والاستيلاء على مسجد الأقصى المبارك. وبمناسبة مرور عام على ذكرى 7 أكتوبر، أكد أيضا عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه لا أمن ولا سلام في المنطقة ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. وأضاف خليل الحية أن حماس أكدت استعدادها التام لاتفاق يحقق وقف العدوان وينهي الحصار ويفضي إلى صفقة تبادل جادة، مشيرا إلى أن ما فشل الاحتلال بفرضه بالقوة لن يأخذه على طاولة المفاوضات. أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق صواريخ على حيفا وطبرية، بينها إصابات خطيرة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه أصبع الخليل وجرى اعتراض بعضها، كما أعلن حزب الله قصفه بصواريخ فادي 1 قاعدة كرمل جنوب مدينة حيفا. وأكد حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي ومستعمرة يفتاح شمال إسرائيل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن تل أبيب تنسق عن كثب مع واشنطن الاستعداد للرد على إيران. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد جالانت أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران. في الوقت نفسه أكد جالانت أنه تم تفكيك جزء كبير من قدرات حزب الله الذي يواجه نقصا في القيادة والسيطرة، وأن الضربات على حزب الله تفتح الباب على التغيير ليس في لبنان فقط بل في كل الشرق الأوسط. أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7%. وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن أكثر من 2 مليون ناخب و700 ألف ناخب صوتوا في تلك الانتخابات التي تنافس فيها الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حزب الشعب زهير المغزاوي والعياشي زمال. وأظهر الاستطلاع بث على تلفزيون رسمي فوز قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة. نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.